تمام الحادية عشر نشرة الأخبار مشاهدينا أمانك أينما كنتم أهلا بكم. البداية بتفاصيل النشرة. يقوم رئيس الدولة المالية السيد باهن داو اليوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، وستسمح هذه الزيارة باستعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع الجزائر ومالي وسبل تطويرها وترقيتها خدمة للمصالح المشتركة. كما سيقف الرئيسان بهذه المناسبة على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. أشرف صباح اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة على الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات ومؤسسات الدولة، والتي تندرج في سياق الاستراتيجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة لتسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية. الوزير الأول ذكر بالمناسبة تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى إحداث تغييرات شاملة وحقيقية تسمح بانطلاقة جديدة لبلادنا، مؤكدا عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف في كل الاتجاهات. لقد تعهد السيد رئيس الجمهورية بإحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا، وإنني أؤكد لكم من هذا المنبر عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف في كل المجالات. وفي هذا المنظور فإن ما نقوم به اليوم يدخل في هذا الإطار، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه التصديق والتوقيع الإلكترونيين في تحسين مناخ الاستثمار وبالتالي جذب الاستثمارات من جهة ودخول مواريد خدمات التصديق الإلكتروني إلى السوق باعتبارهم فاعلين رئيسيين في نشر الرقمنة وخلق فرص عمل ضمن الوظائف الجديدة للابتكار. الوزير الأول أبرز أهمية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في الدفع بعجلة الاقتصاد من خلال تشجيع المبادلات الإلكترونية. هذه البيئة الأمنية لن تتحقق إلا بوضع أنظمة التصديق والتوقيع الإلكترونيين باعتبارهما عنصرين أساسيين يضافان إلى شروط تأمين التبادلات عبر الإنترنت. لقد اعتمدت الحكومة مخططاً وطنياً للتصديق والتوقيع الإلكترونيين يهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات نذكر منها زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية من حيث تعزيز أمن المبادلات، وذلك من خلال التوقيع الإلكتروني ووضع آليات المصادقة، كذلك ضمان المصداقية والتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الإلكترونية والمحافظة على سرية البيانات الشخصية، وذلك من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الإلكتروني، كذلك تحسين أداء المرافق العمومية حيث سيؤدي التوقيع الإلكتروني إلى تقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الورقية وحفاظها وتسليمها، مما سيساهم في القضاء على البيروقراطية. أضيف زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها، حيث سيساهم التصديق الإلكتروني في تيسير إعداد وثائق الإلكترونية وتعميم الدفع الإلكتروني في المبادلات التجارية، مما سيقلل من استخدام السيولة النقدية.
إعداد وإدارة هوية رقمية مصدرها سلطة التصديق الإلكتروني موثوقة وتمثل مرجعية لكل المعلومات وخصوصا المتداولة عبر شبكة الإنترنت، بما يسمح باستخدام التطبيقات الرقمية المتطورة والمستعملة من طرف الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة. بكل أمان وسلامة. كما أكد الوزير الأول أن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء اقتصاد قوي هو خيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي بالاعتماد على المؤسسات الناشئة، مؤكدا العمل دون هوادة للقضاء على كل أشكال البيروقراطية. يجدر التذكير أيضا بجهود الحكومة في سبيل بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي عن طريق جملة من الإنجازات، نذكر منها على الخصوص وضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، تقديم العديد من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، ووضع آليات تمويل ملائمة، تسريع عمليات الرقمنة على مستوى كافة الدوائر الوزارية خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالخدمات العمومية والاستثمار، ومواصلة العمل دون هوادة على تحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية. إن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء اقتصاد وتنسيق هو خيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرصة التي تضمن الخروج من التبعية للنفط، وهذا بالاعتماد على المؤسسات المصغرة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة باعتبارها من محركات النمو الجديد. إلى القطاع الطاقوي، استطاعت شركة سون الغاز أن ترفع التحدي من خلال ربط أكبر عدد من المحيطات الفلاحية والمناطق النائية بشبكتي الغاز والكهرباء، وفي الأفق توجه نحو تصدير المنتجات الطاقوية. أي دحو في المتابعة. بما أن الطاقة عصب رئيسي وفعال في دفع عجلة التنمية في كافة المستويات، يولي مجمع سون الغاز أهمية كبرى في ربط مختلف المستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية بالطاقة. قمنا بإجراءات كثيرة، يعني تخفيف بعض الأمور يعني البيروقراطية وحتى تموين ومرافقة المستثمرين. لحد الآن يعني في سوداسي فقط يعني تاع 2020 من أصل 3088 يعني طالب ربط تاع المستثمرات الفلاحية، قمنا بإنجاز وضع في الخدمة أكثر من 2000 مستثمرة فلاحية، و 3400 راهي جاهزة في الدراسة وفي طور الإنجاز. فيما يخص قطاع الصناعي، رانا في اكثر من 70% يعني من الهدف اللي استرناه في ربطنا في السوداسي في ظل جائحه الكورونا. هذا وتبقى المناطق النائيه والمعزوله تشكل اولويه في اجنده المجمع. في اواخر السنه زودنا اكثر من 33 الف عائله بالكهرباء، واكثر من 1700 عمليه بالربط في الغاز اللي سمحت لاكثر من 100 الف عائله بالتزويد بالغاز. وفي إطار مخطط زيادة إنتاج الكهرباء وإمكانية الوصول إلى التصدير، يسعى مجمع سون الغاز إلى تعزيز فرص الشراكة مع المتعاملين الأجانب. مصنع التوربينات تعبتنا، ليس فقط التوربينات، حتى أداة التحكم يعني الكونترول كوموند والليزالترناتور، هادو يعني التوربينة خلاص الآن راهي تصنع في الجزائر، يعني منذ أسابيع مضت خرج أول توربينة اللي راح تركب في بيتنا، محطة إنتاج في بيتنا من صنع جزائري، مش مع شراكة أمريكية، احنا 51 كمجمع سون الغاز وهما 49، وعلى غير شراكات أخرى فيما يخص المحولات الكهربائية في عزازقة، كذلك شريك هندي، هناك كذلك شراكة مع الكوريين فيما يخص الـ EPC.
ولأن الطاقة مورد استراتيجي وهام، وجب مواصلة العمل للنهوض بهذا القطاع لكسب الرهان الاقتصادي. تنمويا وفي إطار التكفل الأمثل بساكنة مناطق الظل، استفادت أزيد من 500 عائلة من الربط بشبكة الغاز الطبيعي بكل من بلديتي خميسة وبكية سدراتا بولاية سوكهراس. زكريا تهامي والتفاصيل. فضحة كبيرة ل 150 عائلة ببلدية الخميسة بعد وضع الغاز الطبيعي حيز الخدمة، في انتظار استكمال باقي المشاريع التنموية لتحسين ظروف المعيشة في هذه القرى والمداشر. فرحان والله عليكي، والله يرحم ترب. رانا كنا نعاني وبالقرعة تاع الغاز يعني ما تكفيش، اون بليس ما نقدروش نجيبوها، يعني كيلو 3 كيلو ولا ربع كيلو باه نقدروا نجيبوا قرعة تاع غاز، يعني وكيما في البرد هذاك يعني كنا نعاني وصح. بصح اليوم الحمد لله ان شاء الله يفتح لنا افاق جديدة، ان شاء الله نتقدموا اكثر. 300 عائلة هي الأخرى ستستفيد من مشروع ربط الغاز بمشتة المدورة ببلدية سدراتا. يأتي هذا في إطار التكفل الأمثل بساكنة مناطق الظل. العملية متكفل بها لأن نقول حوالي 8500 عائلة راهي معنية بعملية الربط بالغاز الطبيعي فيما يخص مناطق الظل فقط، ولحد الآن نقول وصلنا حوالي أكثر من 3000 عائلة استفادت والعملية لا تزال متواصلة. هذا ووقفت السلطات المحلية لولاية سوكهراس على عديد المشاريع التنموية التي تخدم المواطن. وفي إطار مرافقة حاملية مشاريع الابتكار، تم بولاية المسيلة تنظيم ملتقى تحت شعار الاستثمار ورهانات التنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة المؤسسات الاقتصادية والناشئة وأجهزة الدعم والمرافقة. المتابعة ليندا مكي. تشجيع الأفكار ودعم المشاريع الواعدة للشباب الحاملين للمشاريع المبتكرة وتمكينهم من المساهمة في تجسيد أفكارهم قصد دفع بعجلة التنمية المحلية. راح ننتجوا مواد أولية أخرى لصناعات متعددة تنتج هنا في الجزائر. أول حاجة باش نقصوا كلفة الاستيراد، ثاني حاجة باش يكون مبدأ رابح مع المؤسسات الاقتصادية. مودام بار درون، يعني مودام طائر بدون طيارة، يقوم على توزيع شبكة الانترنت على عدة مناطق الغير متوفرة فيها الانترنت. كنا قبل نجيبوا كابو ساك تركيا ولاخر، وقلنا درجات الفكرة به نصنعوها محليا، والحمد لله يا ربي جاب اقبال في السوق. تمويل أفكار الشباب المبتكر يتحقق بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الاقتصادية عن طريق إمضاء اتفاقيات تعاون بينهم. كنا مؤسسة ناشئة مصغرة، وبالفعل اليوم بفضل الله عز وجل بفضل كل الداعمين والمرافقين والشركاء اللي خلاونا نكون مؤسسة اقتصادية تدعم وترافق المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني. عندنا مجالات كثيرة داخل المؤسسة تتعلق بأنشطتنا وكذلك بالإنتاج بالمنتوجات نتاعنا، وين نقدروا نتكفلوا بالعديد من الشباب المبتكرين خاصة ما يتعلق في الجانب الصناعي والجانب الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك الأعمدة الكهربائية. اليوم سنعقد مع أصحاب المشاريع، يعقدون يعني يكون هناك عقد مع المستثمرين من أجل مواصلة الأفكار تاعهم ومواصلة المشاريع تاعهم، وكذلك حضرنا البنوك اللي يكونوا شريك في التمويل. مثل هذه المبادرات من شأنها تجسيد أفكار الشباب وتحقيق أهدافهم. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث سجلت أمس 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 115,008 إصابات، في حين تمثل للشفاء 79,672 من بينهم 116 تمثلوا أمس للشفاء. كما سجلت 3 وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 3031 وفاة رحمهم الله.
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني يوم 11 مارس الجاري بتمن راست الناحية العسكرية 6 من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى عبد العزيز ولد مانتو بعد محاولته دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع مالي. الإرهابي كان متابعا في إطار الإشادة بالأعمال والتنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وتأتي هذه العملية لتؤكد عزمة ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني وقطع دابرة كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية. دوليا وفي ليبيا، دعا مجلس الأمن الدولي أمس في بيان صادق عليه بالإجماع، دعا كل القوى السياسية في البلاد إلى التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في 23 من شهر أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة سحب كل القوى الأجنبية والمرتزقة من التراب الليبي والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بما لا يقل عن 20,000 مسلح. في نيجيريا، اختطف مسلحون 39 تلميذا من داخل مدرسة بضاحية مدينة ماندو بولاية كادونا شمالي البلاد، فيما تمكنت قوات الأمن من تحرير نحو 180 آخرين. يشار أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اختطاف تلاميذ من مدارسهم في فترة لم تتجاوز 3 أشهر بهذه المدينة. في جديد وباء كورونا عبر العالم، أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها للقاح شركة جونسون أند جونسون الأمريكية ضد فيروس كوفيد-19 المستجد، والذي يعطى في جرعة واحدة، كما أنه لا يوجد حسب المنظمة أي سبب للحد من استخدام لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية المضاد للفيروس، مشددة على أن أي مخاوف مرتبطة بالسلامة يتعين التحقيق فيها. إلى ذلك، قررت السلطات الإيطالية إعادة غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من فيروس كورونا إعادتها إلى الحجر الصحي الجزئي اعتبارا من هذا الاتجاه. إلى أخبار الرياضة والبطولة الوطنية لكرة القدم، ولحساب الجولة 17 من المحترف الأول، انتهى الدربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب الوزداد بهدف لمثله، فيما كان المستفيد في الجولة فريق شبيبة الثورة الذي انفرد بالرياضة مؤقتا بعد فوزه بهدف دون رد أمام الضيف وداد تيلمسان. وفيما يلي نتائج مباريات أمس وبرنامج المباريات المقررة اليوم. في الختام نشكر لكم كرم المشاهدة مشاهدينا، إلى اللقاء.